السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اليوم الجميل في هذا الفيديو الجديد اللي نعلن فيه أسماء الفائزين بمنحة اللغة الإنجليزية اللي وفرها لنا معهد Connect English. نحب نشكرهم على ذلك. في فيديو السابق اللي قبل هذا الفيديو في القناة تحدثنا عن معهد English Connect English والمنحة اللي وفروها لنا، هي ثلاثة منح دراسية لدراسة اللغة الإنجليزية أونلاين في هذا المعهد بنظام البث المباشر. هذه المنح كل منحة مدتها 4 شهور أو بمعنى أدق 16 أسبوع، فهي فترة صراحة أكثر من كافية لشخص أنه إن شاء الله يتعلم فيها اللغة الإنجليزية. في آلية الاختيار حبينا نعتمد على مسألة أنه نعرف أنه الشخص فعلا سيدرس اللغة الإنجليزية عندما نوفر له المنحة. لماذا؟ لأنه في المنحة السابقة في القناة للأسف في الكثير خذلنا، بمعنى بيّن أنه يستحق المنحة، قسم كل الأقسام، أرسل مليون إيميل، فعل كل شيء، وعندما أعطينا المنحة للأسف لم يدرس ولم يذهب ولم يفعل أي شيء. آخر منحة قبل هذه 3 أشخاص فازوا بمنحة لدراسة اللغة الإنجليزية في ماليزيا. المنحة تشمل الدراسة والسكن أيضا، ومن الثلاثة لم يذهب إلا شخص واحد، والآخرون طبعا كل شخص عنده أعذاره. أيضا الذين في الاحتياط نفس الأمر عندهم أعذار، فلذلك يعني حبينا أنه نختار من سيذهب ونكون متأكدين 100% أنه سيذهب. لذلك وبعد النظر في طلبات أكثر من 6000 شخص اخترنا الحمد لله 3 الفائزين. طبعا سيظهروا معاكم على الشاشة، وهذه الأسماء بدون ترتيب، 3 من جنسيات مختلفة من دول مختلفة. نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى أن تنضموا معنا في تهانياتهم، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن يتوفقوا في مرحلة تعلم اللغة الإنجليزية من خلال هذا المعهد. هؤلاء 3 طبعا قبل تأكيد اختيارهم تواصلت معهم وسألتهم هل في حالة فوز بالمنحة وتم إعلان اسمك أنك فائز ولم تدرس، هل توافق على دفع تكلفة الدراسة عشان نعطيها لشخص آخر عشان يدرس؟ حتى مع أننا تأكدنا أنه الشخص جاد، نريد دليل أقوى، نريد الشخص يبين فعلا أنه يريد يدرس ولن يجيب أي عذر، والله انشغلت، والله كذا، والله كذا، لا، نريد شخص يريد يدرس، هذه منحة لغة إنجليزية. فطبعا أخذنا موافقة مكتوبة من 3 أنهم في حالة لم يدرسوا سيدفعوا الرسوم وتلغى المنحة، سيكون طالب مثل أي طالب آخر، تمام؟ فهذا أمر الحمد لله عملنا. الآن أيضا احتياطا في 3 أشخاص اخترناهم احتياطا، أيضا 3 من 3 دول مختلفة، ستظهر أسماءهم معكم على الشاشة، أيضا انضموا معنا في تهنئتهم، لأنه إن شاء الله هم ليس فقط احتياط، إذا المعهد تكرما منه حب يزيد عدد المنح، أضاف مقعد إضافي، أضاف مقعدين 3، سنختار من هؤلاء. وفي حالة 1 من الفائزين لأي سبب إمكان اعتذر، أيضا سنختار من هؤلاء. وفي حالة المعهد وفر لنا مقاعد أكثر، شاف مثلا تفاعل الناس ووفر لنا مقاعد أكثر، قال يلا يا وكر خذوا هذه 10 منح إضافية، لا يوجد أي داعي لأي أحد للتقديم من المقدمين من الأسماء الموجودة عندنا، إن شاء الله سنختار لهذه المقاعد الإضافية. وميغان من معهد Connect English عندها رسالة لكم ورسالة للفائزين، خلونا نشوفها مع بعض. مرحبا، أنا ميغان مع Connect English. ألف مبروك للطلاب الذين فائزوا المنحة الدراسية. سوف تدرسوا أونلاين مع Connect English لمدة 16 أسبوع بلاش. أهلا وسهلا بكم. سوف أتواصل معكم عن طريق إيميل للتفاصيل الإضافية ومعلومات خاصة للمنحة الدراسية. إذا لم تحصل على المنحة الدراسية وأردت أن تدرس أونلاين مع Connect English، يجب عليكم أن تسجل أونلاين في موقع Connect English. كل المعلومات في تحت، وبعض المعلومات المهمة الآن، المنهج مكثف، فممكن تدرس 18 ساعة في الأسبوع من يوم الاثنين إلى الخميس. النظام في بث مباشر، في نظام بث مباشر يعني، فممكن تتحدث مع الآخرين ومع الأستاذ الأمريكي. رسوم دراسة $330 لكل 4 أسابيع، وممكن تستفيد جدا من 4 أسابيع، من 8 أسابيع سوف تحسن لغتك بسرعة مع Connect English. والآن فقط للطلاب الذين طلبوا المنحة الدراسية، لا تدفع رسوم التسجيل ب $25، فهذا خصم خاص بكم. إن شاء الله سوف أشوفك في حصتي أنا، وأهلا وسهلا بكم في Connect English. مع السلامة.
شكرا 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 جزيلا لكل اصدقاء القناه اللي يدعموا القناه دائما، اللي دائما يضغطوا لايك، اللي دائما يشاركوا الفيديوهات، لانه لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في توفر هذه المنحه. فان شاء الله تعالى في منح قادمه اخرى كثيره، في مفاجات قادمه. الانسان احيانا يعني يختفي شوي عن السوشيال ميديا، ولكن نحن نختفي وجالسين نعمل في الباك جراوند، نحاول نجد حلول ان شاء الله. فاشكركم جزيلا، اشكر الجميع، وان شاء الله انتظروا فيديوهات اخرى لها علاقه بالمنح في المستقبل. شكرا جزيلا المشاهدة، أشوفكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.